يعني مش معقول اضلي هيك على نفسي طول امي بتقول امي بتقول عن اشي اسمه ايش بعد شرش طول. تعتبر سنة الأول ثانوي هي الأسوأ بحياة الأستاذ، بس هي أحلى سنة بحياة الطالب لسببين. السبب الأول إنه النجاح تلقائي، يعني درست ولا ما درست أنت ضامن حالك. السبب الثاني إنه نسبة الهمالة عند الطلاب عالية جدا 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 لأنه السنة الجاي توجيهي. ومن أهم أنواع المشاغبة عند الطلاب بهاي السنة وهي من الكلاسيكيات الأردنية مثل دمنا. يقوم الطالب بإخراج صوت وهو مسكر تمه، وهيك يصعب على الأستاذ اكتشاف الطالب وراء هذا الصوت. ممكن يكون طالب واحد وممكن يكون عدة طلاب. حتى مين عمل هيك؟ مين عمل هيك يا قليلين الأدب؟ أنا بدرسكم ولا بلعب معكم أنا؟ لا هاي قلة أدب صارت، بدكم ترجعي خرجوا من المسجد. لا أستاذ تحتينا صف تحتينا جابوا أربع بقرات عشان عندهم تشريح حصة العلوم. هم يشوفوا قديش طول البقرة مقارنة طول مصران البقرة مقارنة بطول مصران ذبابة الخل الفواكه المجمدة. القنبلة الفتاكة. وهون بيقرر الطلاب قبل بيوم انهم يجيبوا القنبلة ذات الرائحة الكريهة ويفقعوها بالصف، بس بيكونوا عاملين تعهد مع بعض انه ما حدا يفسد على الثاني. هيك ابو ريحة شو ايش يعني ريحه؟ اسمع طلع ريحه طلع ريحه كاتشب بالاكل انا بحط لك يلا يلا شغله شغله بس اسمع تعاهدوني على انه ما حدا يحكي اقسم بالله ما راح احكي شيء اوعدك انت باكل اكلك بالدار انت اصلا بتاكل باكلك انت انا منه علي حتحمل الريحه يا رب ما شاء الله فعلا انك برضه يعني طالب مجتهد غير ايش مالك حبيبي ايش مالك عبود عبود الحمد لله مات عبود أفقع لك هاي عشان تصحى لسه ما فقعتها خدعتهم في نظام يدوي عبود طب ما أنت كمان قول لأمي ما تعملش مجالي المسألة واحد بتعب واحد قولونه صار 4 إنش إيه كمل خلال الحصة بعديها لا هريك كل يوم تزوير الأسماء أنا صراحة ما جاء البنت وقفنا الساعة عشان تنين الصبح بنغنينا فيروز وهيك لا طلاب مثقفين لا حقيقي خليني أتعرف على أسماء اسمك يا شباب تعرف أسماء أنا بس أنا اسمك يا شباب سمير ليش سمير 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 اسمك يا جابر انا اسمي محمد مصطفى اسمك مركب مركب عضوي مركب عضوي اسمك يا جابر انا امي كانت تسميني اشي وابوي اما ابوي ما رضيت جدتي فعشان كان بيكرهوا بعض بس ما كان بيتجوزها لابنها بس يعني فرضوا عليها انت ما بتعرفش اسمك لا يعني بينادوني وائل وائل اسمك حبيبي النينجا الابيض لا السنه من اولها اطلع برا اطلع برا الصف طيب اطلع برا يلا طيب نينجا الابيض استعمل الفتيش بصراحه هذا النوع من الفتيش كثير بياخذ وقت شو بسوي لك خلاص لا خلاص اكيد خلاص متاكد ما طفت ولا ها كان يلا ادوا العشاء
تسمى الطريقة التي صنفت فيها بين كيف برزت النزعة الأدبية في قصة حي بن يقطان. بدك تلاحظ فين واحد مش هيك؟ لا فاين المفروض زمان ولا رول شو حيعمل؟ لا لا طيب ايه كل الرول؟ لا لا لازم نعتذر ما في غير نطلع نخلص توقيع النزعة الأدبية في قصة في صوت في الصالة في صوت لان في ريحة فتاش جوا محارب تولد الحمام الثاني اللي جابوا اياد صح؟ فلا لا الهين جابوا اياد بس الفتاش جابوا هشام ما جابوا لا بس في صوت في الصف وانت لازم تسيطر كذاب ما في صوت في الصف لا في صوت في الصف انا سمعته حتى اشوف السلة كيف والله في صوت ايش في صوت استاذ في صوت في الصف الدهان بيّن كيف برزت النزعة الأدبية في قصة حي بن يقظان وأنا راح أشرح لكم إياها. تمثلت في حسن السبك وجمال الصياغة وروعة الأسلوب وفنية في العرض والتحليل لقصته وأنا راح أشرح لكم إياها على اللوح. إيش في؟ إيش مالكم؟ طريقة تانية للمشاغبة الغياب والتشليف وهون بقرر الطلاب انهم ما بدهم يحضروا الحصة وبدهم يهربوا من المدرسة وبروحوا على اكثر الاماكن تسلاي انا مش معي سندويشات اليوم سندويشات انا اكلت سندويشتين انا اكلت كل سندويشات الجماعة صحيح اعطينا الله لو اني الخبز الطابون هذا طابون ايش هذا مش طابون لا هذا طابون هي الطابون خبز بطون في شيء زي هيك جاد بعمل خرسان مسلحة في مائة ثلاثة مين دو حاسب هسه على المدرسة ولا هون احنا كلنا بنحاسب انا معي مصاري اول انا خلص معك مش عم بحاسب معك مصاري عندك تمام لا زي ما هربنا المدرسة نهرب من المطعم عايز عيونه بس احلى يا زلمه هسه قاعدين بالمطعم قاعدين بالصف المره الجايه نروح واحد واحد المره الجايه بنجيب معنا الاستاذ روحنا هون وكلكم مثل صح كيف صحته خاص حرام نعم الكل يفتح على الصفحه 30 واخيراً بيجي آخر يوم بالمدرسة هو يوم السعادة الكبرى والدمار الشامل